تحية من القلب بوجهها لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطلع عليكم يوميا بكل فقراته مع ضيوفه المميزين. بالبداية بذكركم يكون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل البرنامج. تم الترويج للسيجارة الإلكترونية بشكل واسع على أنها وسيلة لفك الارتباط مع التدخين، لكننا لم نجد أي نتيجة بتثبت فعاليتها وعدم ضررها على الصحة على المدى الطويل. وبتأكد النتائج الدراسية اللي نشرها موقع علوم الحياة أنه أضرار السجائر الإلكترونية بتتسبب بمشاكل صحية كبيرة، وبترصد الدراسة من ضمن هذه المشاكل التهاب الرئة وسعال الجاف وضيق التنفس وعدم انتظام دقة القلب والالتهابات الحلقية. وبعد تقييم نتائج هذه الدراسة نصح الأطباء المشاركون بإعداد المدمنين على التدخين بالبحث عن وسائل أخرى للتخلص من التدخين. الخبر الثاني بيقول أظهرت دراسة أمريكية أن الاستنشاق العميق للسجائر الإلكترونية بينطوي على خطر الإصابة بمرض السرطان أكثر بخمس أضعاف إلى 15 ضعف من تدخين السجائر العادية. وبحسب الدراسة المنشورة بمجلة نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين بأنه بخار السجائر الإلكترونية عالي الحرارة والمشبع بالنيكوتين يمكن أنه يشكل مادة بتجعله خطر على الصحة. وكتب معدو الدراسة وهم باحثون بجامعة أمريكية لقد لاحظنا أن هذه المادة يعني موجودة يمكن أنها تتكون خلال عملية تشكل بخار السيجارة الإلكترونية. واستخدم الباحثون جهاز بيستنشق بخار السجائر الإلكترونية لتحديد كيفية تشكل هذه المادة المسببة للسرطان من سائل مركب من النيكوتين ومواد معطرة ومواد أخرى. ولم يسجل العلماء تشكل للمادة المسرطنة حين كان البخار يعني بيسخن على تيار كهربائي بقوة 3.3 فولت، ولكن على المستوى 5 فولت صارت بتركز هالمادة بالبخار أعلى منه بدخان السجائر العادية. وعلى ذلك فإنه مدخن السيجارة الإلكترونية يلي بيستهلك 3 مليلترات من السائل المتبخر بيستنشق 14 مليجرام من المادة المسرطنة، أما مدخن السيجارة العادية بوتيرة علبة يوميا فلا يستنشق أكثر من 3 مليغرامات من هذه المادة، ويؤدي استنشاق 14 مليغرام أو ما يقارب ذلك من هذه المادة إلى مضاعفة خطر الإصابة بالسرطان بين 5 مرات و15 مرة. لكن مدير قسم الأبحاث المتعلقة بالتبغ بكلية الطب بجامعة لندن اعتبر أن هذه الدراسة لا تعكس الواقع قائلا عندما يعمد مدخنو السجائر الإلكترونية إلى الاستنشاق العميق منها فإنه مذاقها بيصبح سيء وهذا الشيء فهم يتجنبون ذلك، ورأى أن دخان السجائر الإلكترونية وإن كان لا يخلو من الضرر فأنه أقل ضرر من السجائر العادية. هل هالشيء صحيح؟ هنشوفهم مع ضيفنا. بيسرني استضيف بحلقتي اليوم دكتور جورج خياط. أهلا وسهلا فيك دكتور. مرسي. حضرتك اختصاصي أمراض صدرية، أهلا وسهلا فيك ضيف ببرنامجنا دكتور. مرسي. قبل ما نفوت نحكي عن الأهم بموضوع حلقتنا لابد أن نتوقف عن اللي قلناه من هالأبحاث، صح أو خطأ؟ خلينا نقول بشكل عام خطأ. الدراسة تبع نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين أكيد أخذت كتير أخذ وعطى وصار في كتير عليها حكي، وببين بالآخر أنه الدراسة ما عليها يعني في التباسات بنتائجها، في التباسات بالطريقه اللي انعملت فيها. وبس تا واحد ياخذ فكره، تا واحد يثبت علاقه بين عامل معين ومرض معين، شغله كثير صعبه بدها دراسات كثيره. واكيد ما فينا نقول اليوم انه السيجاره الالكترونيه فيها ضرر اكثر من السيجاره، هذه معلومه خاطئه. هلا اكيد انه مثل ما شوي قلتي باللي قلتيه، طريقة التدخين بس نوعية السيجارة هي لها تلعب دور كتير مهم. وأول ما بلشوا بالسيجارة الإلكترونية مثل كل شيء صارت المعامل تعمل وتركب، وصار في مثل عدم وضوح بالنسبة لكيف عم بتصير السيجارة الإلكترونية، وصار في أكيد نوعيات أحسن نوعيات أضرب، وصار في شوية مشاكل. هالشي بظن صار بلش يترجلج عالميا، صار في كتير كنترول على القصة، عم بيجربوا قد ما بيقدروا ينعمل مثل طريقة ستاندر يعني لتركيب هالسيجارات هيدي بشكل انه ما يكون في عليها التباسات. اليوم دكتور قبل ما فوت احكي عن المؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية، وقبل ما فوت ارجع احكي تفاصيل السيجارة الإلكترونية، خليني احكي شوي اليوم عن احصائيات شوي عن التدخين. نعرف ما في حدا يخبي انه نحن اليوم بتراجع كتير كبير،
أول ما بنحط إجرنا على الطريق الصحيح بنرجع بنحس حالنا رجعنا خطوات لورا، وهذا الشيء ما عم بيصير في تعاون فيه لإيقاف التدخين بالأماكن العامة. اليوم كأنتو جمعية كطبيب متخصص بهذا المجال دكتور، وين صرنا؟ قديش هالانتشار عم بيزيد أكثر؟ قد النسبة عم تعلى؟ قد عم نشوفه عند الشباب أكثر؟ للأسف يعني في أكيد في كذا دراسة عملوا بالمنطقة بلبنان وبمنطقة الشرق الأوسط، وكل هالدراسات للأسف عم بتحطنا نحن كبلد يعني كلبنان بالدرجة الأولى كاستعمال الدخان، إن كان عند الشباب إن كان عند الصبايا. هلا هيدي بشكل عام. نعم. للأسف هلا ظاهرة الأرجيلة كتير مهمة كمان، لأنه بلبنان صارت شوي موضة وفي كتير شباب وبأعمار كتير صغيرة عم ببلشوا يدخنوا أرجيلة، كأنه الأرجيلة شغلة منها سلية صارت، مع أنه هي فيها ضرر مثل السيجارة، وهذه صار في دراسات انعملت إن كان بالبلد عنا وإن كان بالبلاد المجاورة وكلين ببلاد العالم، صار في دراسات على الأرجيلة بتبين أنه الأرجيلة كمان فيها ضرر. مشان هيك في بعض البلدان دكتور خياط غلوا سعر الأرجيلة كتير، يعني صار أنه إيه يعني عملوا مبادرة انه عنا لا بيرخصوا، يعني بصيروا يضربوا على بعضهم انه مين يعني سعر الأرجيلة. بأوروبا بين انه سعر الدخان لما علوا سعر الدخان كانت طريقة كتير فعالة صحيح. لتخفيف استعمال الدخان. نحن عنا الأرجيلة ديليفري يعني صاروا بيبعتوا أرجيلة على البيوت وابو 2000 3000 ليرة واحد يعني ما تقبل بقى أرجيلة براس، صار بس بعتنا راسين يعني تنغير، عرفت انه اذا راح هذا الراس يعني عنا قاعدة طويلة. هيدي مشكلة اجتماعية كتير مهمة وللأسف مش رح النتيجة رح تبين بركي بعد 20 أو 25 سنة، بس يعني هذا اللي عم نحاول نشتغل عليه. ما قدرتوا رجعتوا توصلتوا لحل لهذا؟ عم بيصير الشغل يعني هلا اكيد انه القانون طلع القانون ومستشفيات والنقابة وانه في منع الدخان بشكل عام، للأسف بالمطاعم وبالأماكن العامة القانون ما بقى بيطبق غير بشكل كتير جزئي طيب يعني. دكتور اسمح لي اسألك سؤال، اليوم كيف في مواطن عادي، مع انه هيدا انتبه هيدا قرار بقى شخصي، يعني انا يا بعت الهم صحتي ومدار التدخين على صحتي وكيف بدي كمل حياتي، يا بكون انا من هدول الناس الاخر همهم صحتهم، اوكي؟ بس انا كيف كفي كمواطن اذا كنت من الاشخاص يلي عندهم استعداد اني انا يلا استلشق وشوف غيري، شوف طبيب مثلا اليوم بعد رغم انه ثبتوا علميا انه الدخان بياثر على صحتك مش بس على على الرويه كمان على المثانه مباشره، يعني كيف فينا اليوم بعد نشوف عن جد طبيب يلي هو مثال اعلى لكل شخص منا يمكن انه مرجعه الطبي عم يدخن؟ هيدي مشكلة صراحة نحن كمان واجهناها بالجمعية. هلا نحن كجمعية أمراض صدرية صار في شوية توعية. نعم. وجربنا نشتغل على الزملاء، وفيني أقول إنه بآخر كم سنة نسبة الأطباء الصدر بيدخنوا خفت بشكل ملموس. هلا أكيد إنه هيدا مش منه موجود، وفي بعده في كتير أطباء بيدخنوا، حتى في أطباء بيدخنوا قدام مرضاهم يعني، وهذه شغلة أكيد كتير عاطلة لأنه آخرتها. بس ما هذا بدل إنه الدخان إدمان بكل معنى الكلمة، وحتى الشخص اللي هو بيعرف كل المشاكل اللي ممكن تصير وكل ردات الفعل بعده بيدخن. هلا أكيد هالطبيب أكترية الأطباء اللي بيدخنوا من أيام الشباب يعني قبل ما يصيروا أطباء وهيك، بس هذا إدمان، وهذه مشكلة مهمة كتير وإدمان مهم كتير. حلو بده وقت وبده شغل وبده نفس على المدى الطويل تواحد يقدر يوصل. لطالما التدخين هو إدمان يعني بحاجة شخص لمساعدة منه لوحده ما بيقدر يعمل شيء إلا إذا كان هو مقدم هالإرادة والقرار إنه أنا بدي أوقف التدخين، بتبلش المساعدة. أوكي، خليني أحكي عن أول سبب تخفيفي إني أنا وقف التدخين، هو قصة السيجارة اللي حكيت عنها بالبداية. شرح لي عنها دكتور بليز. هالسيجارة السيجارة الإلكترونية صحيح. السيجارة يعني قبل ما نحكي عن السيجارة بس بدي أوضح شغلة، إنه مثل ما أنت قلتي الشخص بدي يوقف تدخين مش رح يلاقي سبب هيك طريقة سحر يلاقي شيء يعمله ويوقف الدخان، بده يقرر بالأول، بده يكون مقتنع حقيقة بالأول، وبعدين منساعده بعدة طرق.
احدى الطرق المساعدة هي انه نعطيه تعويض عن النيكوتين اللي جسمه عايزه. أوكي. لانه المادة اللي بتعمل ادمان هي النيكوتين الموجودة بالدخان. نعم. وهالنيكوتين الضرر تبعها منه مهم، يعني ضرر خفيف، مشكلته انه هي بيعمل ادمان، والضرر بيجي من باقي المواد اللي موجود بالسيجار بالدخان بشكل عام، ان كان سيجار وان كان ارجيله وان كان غير شيء. دونك احدى الطرق هي انه تم هالشخص عامل ادمان معلق بالنيكوتين، بيجي انا بعطيه نيكوتين بدون كل المواد اللي بتضر اللي موجوده بالسيجاره. وهذه العلاجات مثلا بتنعطى الباتشات اللي بيلزقون الحبوب، صحيح. السيجاره الالكترونيه بتدخل بهالنطاق هيدا لانه هي بتعطي نيكوتين. يعني هالسائل اللي موجود بالسيجاره الالكترونيه اللي بيعطي بخار وكذا، في منه اكيد بدون نيكوتين، بس في منه مع نيكوتين. نعم. وفي عيارات نيكوتين مختلفة. أوكي. بيقدر الشخص باستعمال السيجارة الإلكترونية يعوض عن حاجة النيكوتين بدون ما يدخن السيجارة العادية أو الأكيلة. هيدي نقطة. طب النيكوتين اللي موجود بقلب هالسيجارة الإلكترونية ما بضر؟ لا، ما هو نيكوتين أساسا ما بضر، يعني أوكي. ما له ضرر بحد ذاته غير هو ضرر بسيط، يعني أنه أشياء مثل تهيج بركي بالمنطقة غشاء التنفس وإشياء هيك. أوكي. بس ما بيضر هو بحد ذاته، الضرر تبعه هو بالإدمان اللي بيخلقه. دونك هيدي نقطة. النقطة الثانية بالسيجارة الإلكترونية إنه هي طريقة لأخذ النيكوتين تشبه السيجارة العادية. دونك في، لأنه الإدمان على السيجارة كسيجارة هو كمان إدمان اجتماعي، هو نفسي. إدمان نفسي. هي الطريقة، في ناس بتحس انه عبالة هيدي الحركة وكذا. دونك السيجارة الإلكترونية بتلعب كمان هالعامل يعني بالإدمان. ومش هناك في دراسات بينت انه السيجارة الإلكترونية إذا بدنا نقارنها مع نيكوتين الباتش مثلا اللي بيلزقون على الجلد، في فعالية أكثر، ممكن يكون لها فعالية أكثر. لأنه عم تلعب على الإدمان على النيكوتين، وعم تلعب على تاني قصة على العامل النفسي وعلى العامل الصحي، يعني بس لأن ما عندك كله ممكن. وعندك نحن دائما بنقول ممكن لانه ما في دراسات بعد تقدر تخلينا نقول بشكل قاطع. طيب انا حكيت عن ايجابياتها، بعض من ايجابياتها، بس هي ما عندها سلبيات. نحن بنعرف في الطب ما في شيء 100% ولا في شيء بنستعمله وبيحمينا 100% ما بيكون عنده اي هيك عارض يعني او مضاعف صغير. لكن سلبيات، اولا في علاقه مهمه مع نوعيه السيجاره الالكترونيه، هذه شغله مهمه. انه كيف بتحمي، قد درجه الكهرباء اللي بتحمي، كله هون بيلعبوا دور. وهيدي عم نبعد عنها، بضل في سلبيات موضعيه، يعني انه هالماده اللي عم بتفوت ممكن تعطي تهيج معين بجهاز التنفس، تعمل سعال، تعمل فطريات بركي شوي، الاشياء اللي شوي حكيت عنها بالاول. هل هي كثير بسيطه بالنسبه لردات فعل الدخان؟ طيب انا اذا بلشت اول طريق للعلاج من التدخين، من ادمان على التدخين بالسيجاره، قديش بدي وقت حقيقه بلش حس حالي انا بلشت اقدر اتخلى حتى عن السيجاره الالكترونيه؟ هلا سؤالك فيه قاطعين. الادمان على السيجاره الالكترونيه نقطه مهمه، وهذا بترجع على السؤال اللي قبله، يعني السلبيات السيجاره الالكترونيه اللي بالعالم خايفين منها، خصوصا يعني بالحكومات وبالبلاد وبكذا، انه طب عم نعوض عن ادمان بادمان ثاني. اللي هو ممكن، لانه مثل ما كنا عم نقول النيكوتين هو اللي بيعمل ادمان، ونحن بالسيجاره الالكترونيه ممكن نعطي نيكوتين. ممكن يصير في ادمان على السيجاره الالكترونيه. اللي بيدافعوا عن السيجاره الالكترونيه بيقولوا انه طب اوكي، اذا واحد صار معه ادمان على شيء ما بيضر، مش احسن ما يكون عنده ادمان على شيء بيضر؟ اللي بيقولوا ضد السيجارة الإلكترونية بيقولوا بس ما هذا الإدمان عم بيفوت الشخص، خصوصا إذا اشتغلنا على الشباب، عم بيرجع بيقربوا على استعمال الدخان بمرحلة تانية، ويرجع واحد يتعلق بالدخان من وراء هالقصة. وهذا إذا بدك الخلاف أو الديبات اللي موجود بين اللي بيحبزوا السيجارة الإلكترونية وبين اللي بيقولوا لا نحن ضد. والجواب على الشيء هو إنه لازم السيجارة الإلكترونية ما تتاخد بهيك بسطحية، لازم تتاخد لازم يكون في قوانين، مثل ما في قوانين للدخان وكذا. استعمالها لازم يكون منتظم، لازم يكون يعني مضبوط، بشكل انه نستفيد من هالآلة اللي هي اذا استعملناها بمحلها ممكن يكون تعطينا
شيء ايجابي بالنسبه لباقي طرق توقيف ويمكن ما تكون الدخان. هي الوسيله الفعاله لحدا من الاشخاص، يمكن تكون مظبوط بتفيد هذا الشخص ما بتفيد الاخر، يعني حسب حالته هو وضعه مظبوط. يعني وادمانه على التدخين. وهيك عم ترجعي على سؤالك الاخر، هو انه طب قد ايه بدها وقت؟ صح، هيدي حسب حدا كل شخص، لانه الادمان تابع لكل شخص، صح. كل شخص عنده استعداد معين، في ناس ممكن توقف هيك واكيد يعني انتم مع ولكن بضوابط. مظبوط. ومتابعه دائما ضوابط ومتابعه لتوقيف الدخان شغله على المدى الطويل، منا كثير قليل. في اشخاص بيقول لك انا كبيت العلبه وخلص ما بقى ادخن بحياتي، هودي شانسون منيح، لانه هودي ما بيكون عندهم ادمان، لانه بيكون تركيبه جسمهم الجينات تبعهم ما بيعملوا ادمان. هودي حتى اذا دخن 4 علب بالنهار اذا بيقدر يوقف هيك لانه مش عامل ادمان، بس هودي نسبه كثير صغيره من المدخنين. المشكلة دكتور انه اللي عم يدخن مش عارف حاله انه عم بيأذي حاله وعم بيأذي غيره. لكن اضرب من هيك، هو عارف حاله بس ما بيقدر، عارف حاله، بس بما انه مدمن بيتناسى، لانه اذا بده يضل يفكر انه انا عم بعمل شيء بيضرني بصير يعمل انكسيتي، بيعمل هواجس، بيصير نفسيا مضطرب، وهالشيء بيصير يخليه يدخن زياده. دونك هن شو بتعمل؟ واحد بيتناسى انه اوكي وخلصنا وخلص، لما بتوقع المشكله بيصير انا بتعجبني بدي ادخن وبس بدي موت موت. اكثر كلمه بتسمعها من اشخاص بيدخنوا. هلا المشكله مش بالموت، يعني الموت هي انه الموت واحد بالعزل. بيموت ما بده يحس صحيح. بشيء، المشكله انه الامراض اللي بتيجي من الدخان ما انها امراض انه واحد بيموت هيك هو نايم. يعني اليوم دكتور في علاقه مباشره بين الرئه وبين المثانه، ما هيك للدخان؟ المثانه مثانه، مثانه المبوله. في علاقه مباشره، يعني اذا بدك الدخان له تاثير على المبوله، وسرطان المبوله بيزيد عند ناس بيدخنوا، لانه المشكله انه لما واحد بيدخن المواد اللي بتعمل سرطان بتقطع بالدم، مشان هيك اللي بيدخن ما بيعمل بس سرطان بالرئه، بيعمل سرطان المبلة، بيعمل سرطان أكثر بالمعدة، بيعمل سرطان بالبنكرياس، يعني في عدة، حتى ببيت الرحم، يعني في عدة أنواع سرطان بعدة أعضاء بالجسم تابعة للدخان، وبتنضرب باثنين ثلاثة أربعة خمسة، 5 مرات زيادة. طب كفي مار باسيف قد ايه ممكن يتضايقوا؟ في نسبة أقل، هلا صعب كثير واحد بس حسب قديش انت قاعد باجواء فيها تدخين أكيد. يعني كمان في ما باسيف انه كثير شغله كثير منا دقيقه كثير، بس كمان واضح، وهذا الشيء اللي خلى القوانين تطلع، انه في ما باسيف عنده تاثير على صحته منه بسيط، ومشان هيك ممنوع الدخان. والا الواحد ليش بده يمنع شخص يدخن يضر حاله؟ انه شو انه بس عم يضر الغير، هيدي المشكله. اليوم كنا نقول لما بتبعد عن الاشخاص اللي عندهم نيجاتيف ثوتس، على طول نيجاتيف بالحياه، وانت بتجي بتحكيهم كثير بالبوزيتيف، اوقات بيبعدوا عنك بطلوا يطقوك لانه هن حابين يجوا يبكبكوا عندك. اليوم اذا بتقول لحدا وقف دخن ببطل يزورك ببيتك. ايه في هيك ببطل يزورك ببيتك لانك شغله معقده. ايه؟ لانه نفسيه الشخص اللي بدخن كثير معقده، وحسب صحيح. شو رابطه بالدخان ممكن يتفاعل بشكل. خلينا نتوقف مع فاصل، نرجع من بعدها نحكي اليوم حقيقة شو العلاج للتوقف عن التدخين غير قصة السيجارة الإلكترونية، وارجع احكي عن المؤتمر اللي هو الأهم بحلقتنا اليوم. عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجله الصحيه مع ضيفنا دكتور جورج خياط. برجع برحب فيك من جديد دكتور. مرسي. موضوع حلقتنا هو التدخين كعنوان كبير، ولكن فتنا بتفاصيل السيجاره الالكترونيه، حكينا عنها اكثر، حكينا عن التدخين شو ممكن يقدر ياذي ويعمل من سرطانات بصحه الانسان، حكينا قديش لازم يكون في وعي وقرار واراده للشخص انه عن جد يقول انه انا بدي اتعالج، لهون يبلش العلاج. حكيت شوي عن السيجاره، ولكن الاهم بعرف هو انك مثل ما سبق وذكرت حضرتك دكتور، انه الشخص يجي يقول انا قررت وانا عندي الاراده وقابل اني اتعالج، ساعدوني، هون كيف يبدا العلاج؟ يعني اذا انطلقنا من هذا الانطلاق كثير مهم، يعني انه واحد يكون مقرر ومقتنع، العلاج في له خلينا نقول قاطعين بشكل نعم. عام، في القاطع التعويض عن عوامل الادمان، أوكي. يعني النيكوتين بشكل أوكي. اساسي، انه واحد بده يلاقي شو
شو اللي عايزه المريض، قد ايه عايز، اي عيار البديل عايز يعني. تياخد نيكوتين، كميه النيكوتين الكافيه اللي بتلغي الادمان العضوي، يعني اللي هالهاجس اللي عنده صحيح اياه انه يدخن لانه جسمه عم بيطلب مظبوط. الدخان. هذا قسم. القسم الثاني اللي هو اكثر القسم النفسي، وهذا بينشغل مع اطباء يا متخصصين اختصاصين للعلم النفسي بشكل انه يعود عن كل التصرف، عن البيهيفير، يعني كيف تبع الشخص. كيف مظبوط الشخص بيتعامل مع صحيح. الدخان، وكيف بده يغير من عوايده، وكيف بده يغير حياته بشكل انه الدخان يطلع، صحيح لانه هو دخان بيصير قسم من حياته للشخص. صحيح. لما بتشيلي له الدخان، اذا هو شال الدخان بحس مثل كانه شلتي له شيء قسم من حياته، صحيح. وهالشيء نفسيا كثير صعب، بده ينشغل عليه تيصير هو يعمر حياته بشكل مختلف بدون وجود الدخان. هودي القسمين هذا المهمين بيتطلب وقت كتير يعني، عم تحكي عن هذا بده إدمان فترة وقت. ايه طويلة اكيد يعني. بده وقت، بده حكي، بده متابعة، ما بيزبط من اول مش مرة. هيك يعني، في ناس ببل بيقرروا بياخدوا بيوصلوا شوي لنتيجة بيرجعوا عن جديد، بيرجعوا. مزبوط. وهذا مش لازم، نحن دائما بنقول للناس اللي بيجربوا يوقفوا الدخان انه ما تيأسوا، انه اذا ما زبطت من اول مره مش يعني انه ما بتزبط، خلص صحيح. بتزبط من ثاني او من ثالث مره، ما أنا مشكله. المهم يكون الواحد براسه مقتنع وانا بدي وقف. نوصال في كتير طرق نساعد، في صحيح. كتير ادويه ممكن نساعد يوقف الدخان، وعلاجات نفسيه خلينا نعم. نقول، بس بده يضل مسابق الواحد اكيد. خليني بلش احكي عن المؤتمر السنوي تبعكم دكتور، تبع الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية، يلي هذا كل سنة بيتكرر. مظبوط. شو بيختلف عن السنين الباقية؟ بيختلف اصلا، هو اساسا بيختلف كثير، لانه السنه هو مؤتمر عم بيتنظم مع كل الجمعيات واللجان العلميه العلاقه بامراض الصدر بالعالم الفرنكوفوني. حلو. يعني نحن قدرنا، يعني انا كان عندي شانس انه اشترك بالهيئه الاداريه تبع نعم. الجمعيه الفرنسيه للامراض الصدريه، ومن خلال هالاشتراك هيدا صار في علاقات مع عدة أشخاص بالعالم الفرنكوفوني، وانخلق ضمن هالجمعية الفرنسية شيء نسمى إسباس فرنكوفون، يعني تجمع خلينا نقول لكل الجمعيات العلمية للأمراض الصدرية بالعالم اللي هي بتحكي بالفرنساوي. دونك نحن السنة خلينا نقول إنه عم نجمع حوالي 25 جمعية حلو. بهالمؤتمر هذا اللي هو أول مؤتمر. رح يكون مبدئيا بده ينعاد كل 3 سنين بعدة بلاد، كل مرة ببلد مختلف. في معنا من الجزائر، من تونس، من المغرب، من فرنسا، من أكيد. كندا، من سويسرا، من أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية. أوك هذا إذا بدك، تغيير مهم بالنسبة لهالمؤتمر. الباقي ما متى حيصير هذا المؤتمر؟ بده يصير بحزيران، او بشهر جمعه الماء جاي، يعني اصلا باربع خمسه ست حزيران وين حيصير؟ باوتيل الهيلتون حطوه. اوكي. هو راح يكون مخصص لكل الاطباء المتخصصين بهذا المجال؟ هو مفتوح لكل اطباء الامراض الصدر، مفتوح لكل اطباء الطب العام، الطب العائلي، الطب الداخلي، يعني لانه في مواضيع اكيد كثير مختلفه. راح يكون في وركشوب داخل هالمؤتمر او في لا؟ بس كذا كله كونفرنسات؟ في كذا ورك شوب، ستة ورك شوب رح حكونا الجمعة تاخذوا، والسبت قبل ده. حالات يعني او شو حتعملوا؟ الورك شوب إذا بدك رح يكون بعد ناطرين جوابات، بس ما نعم. في منهم رح يكونوا مع استعمال، يعني حلو. أدوات، وإلا رح يكون متخصص ل إذا بدك موضوع واحد معين، مثلا كيف واحد بيبني شغل بحث مثلا حلو. علمي حلو. على ساعتين، يعني في ساعة الجمعة ساعة السبت، منغمق بموضوع معين بهالوركشوب. راح يكون في سبيكرز؟ في كتير سبيكرز أصلا، لأنه جربنا نجمع قد ما فينا مثل كل هالبلاد، دونك في بحدود الـ40 سبيكر جايين من برا، من 40 بلاد. خلال هالثلاث ايام مقسمين ايه يعني. ايه يعني في عنا تو سيشنز رح يكونوا حل اون باراليل، يعني رح يكونوا مع بعضهم.
في من امريكا، في من مثل ما كنت عم بقول من افريقيا، حيكون في من لبنان كمان نفس الشيء. اكيد في من لبنان كمان. طيب اليوم دكتور بي هيدا المؤتمر بعده مجال انك تشارك بالمؤتمر مفتوح، يعني شو بيعطي هذا المؤتمر للاطباء؟ بعدكم عم تشتغل على قصه النقاط اللي بجمعها الطبيب؟ اكيد هو هذا، نحن برعايه النقابه مثل العاده يعني، والنقابه اكيد بتعطي نقاط اعتماد، بظن في بال 24 نقطه اذا مش غلطان. لا في اشياء كثير كثير مهمه لكل الاطباء، واكيد الدخان داخل بهالمجال هيدا. في حتى باول مؤتمر في مثل جامعين اخصائيين للدخان، كان اطباء وكان غير اطباء من لبنان تنحكي عن الدخان بلبنان وبالبلاد الفرنكوفونيه مع القانون وغير القانون وتطبيق القانون، يعني كل هالشيء هيدا. وفي اثنين او ثلاث اجتماعات رح يكونوا على الدخان، على السيجاره الالكترونيه، على طريقه توقيف الدخان، وفي ورك شوب كمان على توقيف الدخان. طيب دكتور بهيك مؤتمرات بنعرف نحن اغلبيه المشاركين هن اطباء او كانوا تلاميذ طلاب، كل هولي الاشخاص المعنيين مباشره بهذا الموضوع، حتى الاطباء المتخصصين بالامراض الصدريه، وحتى مثل ما قلت طبيب عائله، طبيب جنراليست، كل هول الاشخاص يلي لهم علاقه. بس اليوم وين دور المواطن وتوعيته بهذا المجال؟ هلا مزبوط انه هالمؤتمرات منا اذا بدك هدفها الاول منه توعيه المواطن. هلا نحن عم نحاول نرجع نعمل مثل ملخصات لهالمؤتمرات وينشر بالجرايد العاديه يعني، وثانيا بركي مع ندوات تلفزيونيه ممكن يصير في حكي على مواضيع معينه. بس اكيد مش هدف مؤتمر علمي طبي منه المواطن. المواطن بده شيء ثاني. بعد ما صراحه انا بعد ما لقينا الطريقه الانسب انه واحد يوصل للمواطن بشكل فعال كفايه تنغير شيء. هلا يمكن توصل له، يمكن يسمع المواطن وبيتابع يمكن حلقات وبيشوف ندوات واوقات بيحضر برامج، ولكن بيفوتوا من هون بيطلعوا من هون لكن في بيعلق له كم شغله بيقول اف يا ريت فيي، بس ثاني نهار بيرجع. خلينا نقول بدها شغل كثير لنتيجه قليله يعني. صحيح. نحن كثير عم نعمل ندوات تلفزيونيه مثلا عن انسداد الرئوي، عن مرض الربو وهيك. وعم نحس انه في تجاوب من المواطنين يعني، بيجينا ناس بيجوا بيقولوا نحن حضرنا وكذا وبهمنا نفهم اكثر. وانا انبسطت كثير لانه صرت شايف كذا شخص جاي مش لانه مريض او لانه عنده مشكله، بس لانه حضر وحابب يستفهم، حابب يفهم اكثر. هيدي اللي بدنا نجرب نوصل له، لانه نحن عم نبحث بامراض انه المرض موجود اوكي بنأثر عليه بنحسن كذا، بس نحن الوقايه بتهمنا اكثر يعني، بهمنا نحن يفهموا العالم انه كيف ما يوصلوا لهالامراض هيدي. مشان هيك مهم التوعيه ان كان بالمناطق شوي عن مدار التدخين، يصير في ندوات، يصير في اوقات بتنعمل بمستشفيات كبيره بس بتكون تحت نطاق مستشفى يعني، والاشخاص المرضى الموجودين او اللي بيعرفوا يعني، ما بتكون على نطاق واسع او كبلد شامل يعني. بدك توصل لتوازن بين المراكز اللي هي عندها هيك مثل استعداد تعمل، وانه على الارض مزبوط، انه كيف بدك تعمل يعني. صعب كثير انه واحد يوصل بالمناطق البعيده وهيك يعني. خليني شوي فوت على فقر التغذية، شو في علاقة بين التغذية وتوقيف السيجارة، وشو هالتهمة اللي حاطينها بين التغذية والسيجارة، وبنرجع نكمل حلقتنا. قال بيخافوا المدخنون انه يوقفوا عن عادة التدخين القاتلة اللي رح تؤدي لسمنتهم، ولكن هناك فرصة للتوقيف بين الطلاق من السيجارة دون الوقوع بورطة جديدة وهي البدانة. وهون بدل الابحاث انه اوساط من المدخنين ترغب بالافلات من اثر النيكوتين، لكنها مسكونه بالخوف من زياده الطعام والوزن، ما بخليهم اكثر هن متايدين بالسيجاره وما بيتوقفوا عنها. والصحيح انه الاقلاع عن التدخين لا يؤدي بالضروره الى وزن زائد، حتى لو شهدنا زياده بالوزن فيمكن التخلص منها لاحقا. ينبغي التذكر انه الفوائد الصحيه لايقاف التدخين اهم من اي خطر
قد ينجم عن الوزن الزائد ان كان بحياتنا اليوميه او بخلال الاسبوع او الشهر اللي بنحكي عنهم. بنحكي عن المي، بيقولوا انه تناول المي قبل واثناء وجبات الطعام هو بيساعد على امداد الجسم بالمي اللازم وبقلل من ادخال السعرات الحراريه الزائده، كما انه شرب المي بيساعد باشباع الحاجه الملحه الى ملء الفم بما بيشغله عن السجائر. وقد اظهرت دراسه مؤخرا انه رشف المي البارد عبر مصاصه العصير بحرض اطلاق الدوبامين وهو هرمون بيمنح الشخص الشعور بانه بحاله جيده عندما يفرز من الدماغ، وهذا بدوره بيزيد الشعور بالشده. هون بيقولوا اختاروا الاطعمه الغنيه بالالياف، هون لانه عم تحكوا عن وزن الزائد الالياف هي بتعود يمكن ما بتخلينا ناكل اشياء فيها دهون. بينت دراسات عديده انه تناول الالياف بيساعد على تقليل الشهيه للطعام وبيطيل فتره الشعور بالشبع بعد تناول وجبات الطعام، وبتضم الاغذيه العاليه عاليه المحتوى من الالياف كل انواع الحبوب والفاصوليا والخضروات. اليوم دكتور ليش تغرب بيقول لك اذا نوقف التدخين ما ننصح؟ ليش؟ لانه مظبوط انه توقيف الدخان ممكن يعطي زياده بالوزن، منا زياده مهمه كثير. على الحال التدخين بيقطع الشهيه ما هيك؟ مظبوط، بيقطع الشهيه من جهه، وبعدين بيخلي الجسم عم بيشتغل بشكل شوي عم تلهيه يعني عن الاكل، مشان هيك بيصرف اكثر. فاذا بس يوقف هو مش لانه وقفت انت زدت، لانه بلشت ترجع حياتك الطبيعيه. مزبوط. يكون عندك قابليه انك تاكل. مظبوط، يعني حين تعمل الواحد كنترول على الطبيعه ولا. مش انه عم بيرجع ينسى. ايه صح. دونك اكيد جسمه بصير عم بيشتغل طب بشكل طبيعي، عم بيمتص الغذاء من الاكل، وبيزيد الوزن عادة 2 3 4 كيلو، مش بعيارات اكثر من هيك. هلا مثل ما كنا عم نقول من شوي كلها قصة تصرف. صح. والاكل كمان تصرف. بقى مشان هيك لما الواحد بده يضعف بده يغير التصرف تبعه. صحيح. مش ما بيكفي بس انه والله انا خففت اكل، اوكي خففت اكل بضعف وبعدين برجع بنصح، غير ما يكون تغير كل طريقة الاكل تبعي، كل تصرف الطعامة. خلينا نقول مع توقيف الدخان عم نجي نقول بدنا نغير تصرف، دونك بتصير الشغلة اصعب، وبعدين فشة الخلق بتيجي شوي بالاكل. دونك اكيد هالشيء بيدخل على كل حال ببرنامج توقيف الدخان. هذا لك ضمن البرنامج المساعد. برنامج المساعد اكيد بياخذ باعتبار هالشيء، وفي مساعدة في اخصائيين بالتغذية بيكونوا موجودين بمراكز اقلاع عن التدخين لمساعدة الشخص انه يظبط اكله بشكل انه ما يرجع ينصح، وحتى اذا نصح شوي بيرجع بعدين بيخسر. بس بنرجع دائما على بيت القصيد، اذا الواحد ما غير طريقه حياته بشكل جذري، خلينا نقول بضل في امكانيه انه يرجع يقع. وهيدي الصعوبه انه نقدر نوصل لها، انه نقدر نوصل انه يتغير كل طريقه الحياه الشخص، ما بعد يحيز الدخان، ومن جهه ثانيه بيكون اكله صار منتظم اكثر، واكيد مطابق اكثر لحاجه جسمه، لانه الواحد ما بينصح يعني عم بياكل اكثر من حاجه. ما بدنا، ما فيش سحر الا اذا في مرض اكيد. صحيح. بس انه والا الواحد اذا اكل لحد قد حاجته ما في سبب انه ينصح. دكتور قبل ما ارجع انتقل لاخر فقره هي طبيب نفسها، خليني ارجع احكي شوي عن قصه المؤتمر. هن 3 ايام مثل ما سبق وذكرت حضرتك، بهول 3 ايام بدهم يشاركوا الاطباء، بهول 3 ايام او فيهم يختاروا الموضوع اللي بيناسبهم او بيحبوه؟ لا بيقدر يختار اكيد. عم بيقدر يختار يعني اي مواضيع. الخميس بعد الظهر للسبت عشيه. في مواضيع كثير مختلفه، البرنامج موجود على السايت تبع الجمعيه. نعم. واكيد توزع لكل اكثر الاطباء، بينقي الواحد بيجي بيحضر. هلا الاطباء اللبنانيه اكيد بيقدر يحضر بدون تكلفه يعني. الا اذا بده ياكل او كذا، بس مبدئيا بيقدر يحضر بدون. ما في اشتراك، رسم اشتراك ما في رسم اشتراك لواحد اذا بده يجي يحضر نص نهار وهيك، لا. لانه رسم الاشتراك هو للمصاريف. اوكي، اذا بدك انت تكون بلان تاون يعني معهم اخر. اذا واحد بده يقعد وياكل ويتغدى وكذا، ساعتها اكيد بده يدفع. رح ننتقل لاخر فقره اللي هي طبيب نفسك والنصائح بتعطيها للمشاهدين. شو بدنا ننصح المشاهدين؟ أول شيء عن السيجارة لأنه حكينا عنها. يعني بدنا ننصحهم أنه الواحد يرجع لحاله ويفكر بحاله، بدون، لأنه بعرف أنه كتير مدخنين بضلوا يطبلوا لهم راسهم، العيلة والأهل والأولاد وكذا، أنه بدك توقف وكذا، وهذه طريقة ما بتودي لمحل. الحال كل ما أنت بتجرب تقول له وقف وبتقول له حش تدخن أو كذا، كل ما بتخليه
انه يكون يدخن يعمل ردة فعل بتزيديله النفس اضطراب نفسيته صحيح. لانه هو بيكون عارف انه مزبوط. ممكن عم ينضر. مش هيك انا المساج المهم بحب وصله انه الشخص اللي بيدخن بده هو يفكر بحاله، يفكر هو، ينسى شو في حواليه، ينسى الناس اللي حواليه وعم بيقولوا له ويطلعوا وينزلوا ويفكر هو. اذا هو مقتنع انه مش فارقه معه ينضر ومش فارقه معه كل اللي بده يصير، هيدي مشكلته. بس صحيح. انا اكيد انه الأكترية الكبرى من الناس اللي بيدخنوا مش حابين ينضروا، مش حابين ومعلقين بالدخان لأنه الدخان إدمان. وإذا واحد رجع لحاله وفكر مزبوط ساعتها بياخد القرار وبيقدر بيقدر يعمل إشياء، ونقدر كتير نساعده أنه يوصل لحل. لا بالنسبة للمؤتمر للأطباء الزملاء أكيد نحن أكيد نحن بنشجعهم أنه يشتركوا، لأنه مش بس العلم، بس اكيد نحن كثير يعني بنحس انه في مثل تعاون، في ناس بتجي بتلاقي بعضها ما بتكونش بتشوف بعضها عاده. يعني اكيد مؤتمر مش بس علم، حال بيستفيدوا من خبرات بعض كمان، انه كمان حلو اعرف انا مثلا كيف ايه الفرق. نحن بلد صغير ومع انه هيك ما بنشوف بعضنا غير بمناسبات، وهذه المناسبه اكيد مهم، خصوصا انه في كثير ان شاء الله ناس جايين من ان شاء الله من برا يقدروا يتلاقوا فيهم. شكرا لك دكتور جورج خياط، كل التوفيق للمؤتمر لهالثلاث ايام حقيقه. ان شاء الله من بعده بنعرف انه عن جد طلع هيك بيان بيرضي الجميع من خلال الخبرات، ان شاء الله نقدر نوزع للكل ونقدر كمان نكون وصلنا لنتيجه من كل هالجمعيات وخبراتهم، نوصل لكيف فينا نوصل بلبنان ان نحد من التدخين والادمان على التدخين، لانه حقيقه عم نشوف قد نسبه السرطانات والامراض الناتجه عن التدخين عم بتزيد. يعني بتسمع الربو، بتسمع الحساسيه، بتسمع السي او بي دي، قديش في اشخاص عن جد رح توصل على الاكسجين من وراء التدخين وبعدها مش واعيه على وضعها. على امل انه يصير في تعاون بين كل الجمعيات وحتى مع الدوله اللي بدي اقول الوزارات المختصه للحد من التدخين. شكرا لك دكتور. مشاهدينا لهم بتنتهي حلقتنا، بذكركم فيكم تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم. في مناطق صخريه بتجنن وبحر حلو، حافظوا على البحر، حافظوا على البحر، هيدا الارث الوحيد اللي ورثناه عن اهلنا، فينا نتركه هو امانه برقبتنا لاولادنا، حافظوا عليه. نقيب الغواصين المحترفين بلبنان استاذ محمد السرجي، شكرا لك. شكرا لحضورك ضيف معنا بالمجال الصحي. بتشرف انا. بتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح. وعن جد قلبنا بيكبر لما بنشوفك عم بتمثل لبنان خارج وبكل هالبلدان اللي عم تزورها، وعم تعطي صوره حلوه للبنان بالوقت نفسه، عم تخلي الاشياء السيئه تكون هي مثل لنقدر نحسن وتوعيه لكل الناس. شكرا لك واهلا وسهلا. شكرا لحضرتك، بشكرك. مشاهدينا لهم تنتهي حلقتنا، بذكركم انكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. صار لازم ودعكم على امل اني ارجع اشوفكم بحلقه جديده بنفس الوقت. الله معكم.